السلام عليكم يا بايمن. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك الإخلاص في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والخشية في الغيب والشهادة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. قبل أن نبدأ الدرس، الحاج محمود الله يجزيه الخير، محمود الحاج محمود شرفة، اللي عنده اللي هو American citizen ما عندوش الكارت الذي يعطيه حق التصويت في الانتخابات الأمريكية، هو عنده الفورم فور ريجستريشن الآن، فمحتاج انك انت بعد الدرس بإذن الله تعالى تشوف الحاج محمود هو في هناك ان شاء الله، وتعطي المعلومات وبيعطيك ريسيت ان شاء الله، بيطلع لك كارت يكون لك بموجب هذا الكارت حق التصويت في الانتخابات الأمريكية بإذن الله تبارك وتعالى. هذا شيء جيد، يعني لازم المسلمين يكون لهم قوة وصوت مسموع يؤثروا ويغيروا، ودور في اتخاذ القرار في اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم بإذن الله تعالى. الحاج محمود إن شاء الله بعد الدرس يكون من الموجود، تعطيه المعلومات ويعطيك رسيت إن شاء الله. جزاه الله خيرا على سعيه في تسهيل أمور المسلمين، جزاكم الله خيرا. ما منا من أحد إلا ويشعر بضيق في صدره، ويشعر بخوف لما أصاب المسلمين في زماننا، وأحيانا يرى وحشة في القلب، ويرى جفاء في النفس والروح، وقد يدفعه ذلك إلى الفتور والضعف في أداء العبادات، وقد يصيبه بالملل من أن يفتح حتى كتاب الله ليتلو بعض آياته، لأن الحالة النفسية لها دور كبير في التأثير على الإنسان إيجابا وسلبا. إذا كانت الحالة النفسية مستقرة ينعكس على الشخص إيجابا، يقبل على الصلاة ويقبل على القرآن ويقبل على الطاعة، فيصلي بخشوع ويقرأ القرآن بتدبر، ويكون عنده إقبال على الحياة وعلى الطاعة. وإن كان العكس والعياذ بالله، فيجعله يشعر بملل وتثقل عليه بعض العبادات، والمتابع واللي بيساهم أكثر في نشوء هذه الحالة من الضيق المتابعة اليومية لأحوال بلادنا، وهذا شيء جيد أنك تتابع، لكن مع تولي الأخبار السيئة يوم بعد يوم، وقتل ودمار وهدم وتخريب، يؤثر ذلك سلبا على الحالة النفسية للمسلم. ولا يعني ذلك أن احنا لا نهتم بأمور المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولكن في بعض الناس متابعين لكل نشرة إخبارية، لو فاتته إحداهن يعني يصاب بالضيق، وهذا يؤثر عليه سلبا. فاللي يفوتك من الأخبار خليه يفوت، لأن النتائج يعني غير طيبة وغير جيدة بالمرة. لكن بنفس الوقت
تدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويحقن الدماء وينشر الأمن والسلام. لا تنسى، لا تنسى هموم وطنك وأمتك بالدعاء، بالدعاء. لأن واحد من الصالحين رأى واحد مهموم، قال له ما أنت شايف اللي بيحصل في بلادنا؟ فكان الرجل حكيم، قال له هل أنت السبب في هذا؟ قال له لا، يعني أنت كان لك دور في حدوث هذه المشكلة؟ قال له لا، قال الحمد لله. هل هذا أمر قدره الله؟ قال نعم. قال والله وحده هو الذي قادر على رفعه. أنت الأمر أنت ما أنتش سبب فيه، تحمد الله، احمد ربك عز وجل أن أنت لم تشارك في إشعال أي فتنة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الفتنة عند الله أكبر من القتل، أكبر من القتل. والآية الأخرى والفتنة أشد من القتل. فأنت الحمد لله لم تساهم ولم تشارك ولا لك دور في حدوث هذه الفتنة، ولا لك دور، ما ممكن يكون لك دور في إطفائها ولا تطفئها، أنا أقصد على مستوى الصغير يعني الأفراد. فأنت الحمد لله ما كان لك دور في إحداث أي فتنة، سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. أقول الحمد لله، أنا بالعكس لي دور في الإصلاح، لي دور في الإصلاح. وربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والإصلاح يكون بكلمة، يكون بفعل، يعني مجالات الإصلاح عديدة. ومن باب الإصلاح أيضا إنك لا تشارك في أي فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال القاعد فيها خير من القائم. في زمن الفتنة القاعد خير من القائم. أسئلة كثيرة، ما السبب في ضيق النفس؟ أسباب معروفة كثيرة، منها الأحوال السياسية، الأحوال الاقتصادية، الأحوال المعيشية، أسباب كثيرة. إذن القلب في هذه الحالة محتاج علاج، والنفس تحتاج إلى دواء ليخرجها من تلك الحالة إلى حالة أفضل، لتستطيع أن تقبل على الطاعة وتقبل على الإيمان وعلى القرآن وعلى الدين. ما منا من أحد إلا وعنده هم، اللهم فرج همومنا يا رب جميعا. ويقول أحد الحكماء سبحان من أودع، لو عشرة كده وكل واحد في لحظة صفاء كده حكى مشكلته، تلاقي كل واحد عنده مشكلة، لازم، لا يمكن، واللي ما عندوش مشكلة هو عنده مشكلة، كيف يكون ما عندوش مشكلة؟ مستحيل. سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله، كل واحد عنده ما يشغله ولكن بشكل مختلف وبطريقة مختلفة. وهذه سنة الله في الحياة. ألم يقل الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ شوف كلمة كبد معناها عناء القلب والكبد من الهموم والأحزان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم. ما تحاولش تجلب لنفسك الهم بمشاهدة الأخبار وتتابع اللي حصل هنا وكم قتيل وقع هنا، كم قتيل، لأنه هذا أمر صعب على النفس، يصيبها بالملل والضجر والضيق والهم، وأنت لا تملك أن تغير هذا إلا من خلال دعاء. فأنت عليك بالدعاء ليل نهار، واترك بقى الأمر لصاحب الأمر. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لله في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. تدعو لإخوانك بالوحدة، تدعو لإخوانك بالسلام والأمن والاستقرار، وتدعو الله أن يفرج ذلك الكرب وأن يذهب هذا الضيق. وهذا السبيل الأول لكشف هذا الأمر. سمعنا بقى عن أمراض كثيرة ظهرت، وكل الضيق والاكتئاب
وبعض الناس يلقي باللوم على السحر ويتهم بعض الناس ظلما بسبب هذه المشاكل والتوترات، وأحيانا يقع الظلم بسبب الضيق تحت تأثير هذه العوامل النفسية السيئة، قد يضطر الإنسان إلى الظلم لأنه هو مش متوازن نفسيا، هو يمر بمرحلة نفسية سيئة جدا، فلا يعقل ما يقول ولا يتدبر ما يفعل، فتقع منه الأفعال والأقوال بلا فكر وبلا إرادة، ولا يلتمس بعضنا لبعض الأعذار. الحديد يا جماعة لو يعني الحديد يصدأ صح والقلوب تصدأ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، قلوب مع كثرة الهموم وتوالي الأحداث والمشاكل والتحديات الكثيرة سواء على المستوى الفردي لكل واحد منا أو على المستوى الجماعي للأمة، إحنا كل واحد فينا عنده مسؤوليات كبيرة، سواء عن مسؤوليات مالية أو مسؤوليات أسرية وعائلية، كلها مسؤوليات إضافة إلى الهم اللي يأتيك من الخارج مع كل خبر تحاول تتتبع في أخبار أمتك وبلدك فلا تجد ما يسرك، فيزداد هم إلى هم، القلوب تصدع، فلا بد لهذه القلوب من الترويح. الأبدان تمرض والقلوب كمان تمرض، ومرض القلب والعياذ بالله أصعب أمراض الأمراض قاطبة، لما القلب يكون مثقل بالهموم والأحزان قتل، هذا موت بطيء، موت بطيء والعياذ بالله، إن القلب يمرض. ولكن لما القلب يكون سعيد، مش لازم نقول سعيد، مطمئن، مرتاح متخفف إلى حد ما من الضغوط الحياتية والضغوط النفسية، إذا ممكن للبدن أن يكون صحيحا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الدرداء رحمه الله في الحديث الذي رواه الترمذي يقول أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدل أمته على راحة القلب وراحة الصدر والبدن، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها أفضلها عند الله عز وجل عند مليككم وأرفعها في الدرجات، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو فضة، الذهب معروف والورق أي الفضة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم، صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه العمل ده؟ إيه العمل؟ خير من الجهاد؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى بدل ما تضيع لك كم ساعة في مشاهدة الأخبار، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير الكلام، قالوا بلى يا رسول الله، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فواحد بيقوله طب نبدأ ازاي، قال له بأيهن بدأ، قول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله، شوف كم أحسن من كم شغلة، أحسن عمل يحبه الله عز وجل، وأزكى عمل عند الله عز وجل، وأرفع أجر عند الله عز وجل، وأعظم من إنفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله أن تطيب قلبك وترتب لسانك بذكر الله عز وجل، بذكر الله
قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من لما سمع هذا الكلام قال بعد ذلك لا شيء ينجي من عذاب الله إلا ذكر الله. ثم قال ألم يقل الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله قد يكون ذكرك سبب في نصر الأمة، بس مش الذكر باللسان بأس، ده باللسان والقلب والعمل. لما ربنا قال وأقم الصلاة لذكري، يعني الصلاة يجب أن تكون النواة التي تحملها في قلبك من صلاة وقرآن وذكر ودعاء واستغفار، فتخرج بعد صلاتك ذاكر لله فلا تعصي له أمرا، ولا تخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تظلم، ولا تبغي، ولا تغتاب، ولا تسرق، ولا تزني، ولا كل هذه الأمور ثمرة من ثمرات الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى، لتتذكر الله عز وجل، لتعظم الله عز وجل في قلبك وفي قولك وفي عملك. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله. بالله عليك في واحد فينا ما جربش مرة كده يقعد ده بعد الصلاة حتى التسبيحات اللي احنا بنسبحها نشعر فيها براحة وسعادة غامرة، والله لا تدانيها ولا تساويها سعادة في الدنيا، مجرد انك تجلس كده بخشوع وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، تقول الحمد لله، تقولها من قلبك خاشع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، يعني شرائع الإسلام الصلاة والصيام، فدلني على عمل يعني يكون سهل في العمل وكثير في الأجر. قالوا لا يزال لسانك رطب بذكر، رطب لسانك بذكر الله وطمن قلبك، أدخل السكينة والاستقرار والسعادة على قلبك بذكر الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كم آية في القرآن ربنا يقول وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرافا، سبح واذكر واحمد ربك عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب ما ثمرة ذلك؟ الآية اللي بعدها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم، فاكرين الضيق والهم والتوتر والحزن والقلق، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، اسمع، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم ذاكرين، يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم اجعلنا وإياكم. شوف ثمرة الذكر، تذكر ربك يصلي عليك، وصلاة الله لك سعادة ورحمة واستقرارا وأمنا وانشراحا للصدر وتفريجا للهم، كل هذه الأمور وغيرها. وسنتكلم عن ثمرات الذكر عديدة بالعشرات سنتحدث فيها إذا اتسع الوقت إن شاء الله، إن لم يتسع فيكون في الأسبوع القادم بإذن الله. الثمرة يصلي عليكم، ليس فقط الله عز وجل وحده وكفى بالله وكيلا، وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إذن من الله عز وجل وعد الذاكرين مغفرة وأجرا عظيما. اقرأ في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أولا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا ذكر الله من اعظم العبادات. يقول الامام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، قال: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضه الا جعل لها حدا معلوما. تقدر تصلي العشاء 5 ركعات؟ والشيخ سيد يقف قبل الصلاه كده يقول: يا جماعه، زياده في القربة لله سبحانه وتعالى، وزياده في الطاعه، وطلبا للمغفره، وطلبا للجنه، هنصليها 6. كان الشيخ سيد هيشوف ضرب. ينفع؟ أبدا. تقدر تصلي المغرب 4؟ تقدر تصلي الفجر 4؟ كل عبادة محددة ربنا حددها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا فرضا محددا موقوتا بميقات وبعدد ركعات. ما تقدرش تركع ركوعين ولا تسجد سجدة واحدة ولا تسجد 3 ولا تصلي 2 3 ولا 3 4 ولا 4 5، لا يمكن. إلا الذكر، ربنا جعله بلا حدود. اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب ربنا قال لنا صلوا صلاة كثيرة؟ لا. شوف معناها انه الذكر اعظم عبادة لله سبحانه وتعالى. جعلها الله مفتوحة لما فيها من الخير. ان اردت ان تستزيد من الخير والرحمة والهداية والبركة والامن والسعادة في الدنيا وفي الاخرة، يكون على قدر ذكرك لله سبحانه وتعالى. فاكثروا من ذكر الله. فقال الإمام البغوي: لم يفرض الله عز وجل فريضة على عباده إلا جعل لها حدا معلوما أعذر أهلها في حال العذر. غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا المغلوب على عقل والعياذ بالله. مالكش عذر، متوضي مش متوضي، مستقبل القبلة، في أي حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو نايم يتقلب من جانب إلى جانب يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ده أنت قبل ما تدخل الحمام: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بتقول إيه يا جماعة؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خلصت تقول: غفرانك والحمد لله الذي أذهب عني أذى وأبقى في منفعة. ذاكر ده قبل الطعام بسم الله، وبعد الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، عند المعاشرة بسم الله اللهم جنبنا، في كل الأحوال ذكر، في كل الأحوال، قبل ما تنام باسمك ربي، إلى آخر كل هذه الأمور. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، في كل أحواله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث روته السيدة أم المؤمنين عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فكان يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. تخيل وهو في حجر زوجته، يعني أوقات مرح وأوقات كذا، ومع ذلك لم يغفل صلى الله عليه وآله وسلم عن ذكر الله عز وجل. كانت أم المؤمنين عائشة أيضا تقول: وأنا مضطجعة على فراشي كنت أقرأ حزبي. سؤال مهم بالله عليه، هل لنا حزب معين نقرأه كل يوم من كتاب الله؟ لما؟ ما السبب؟ ده فيه الراحة، فيه السعادة، فيه الأمن. يمين الله، ربنا بيمدلك إيده، يمين الله في الأرض، القرآن يمين الله في الأرض. أترفض أن تمد يمينك في يد الله سبحانه وتعالى تقرأ كتاب الله عز وجل؟ من أراد أن يناجي الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يناجيه ربه فليقرأ القرآن. أترفض أن تناجي ربك؟ ربك يناديك. ده الرسول صلى الله عليه وسلم سيشكو بعض الناس اللي هاجروا القرآن، وقال الرسول يوم القيامة: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب الله فيه السعادة. طه
ما أنزلنا، إحنا بنشكو من الشقاء والضيق والتعب والهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن، لا يمكن يصيبك هم، ولا يمكن يصيبك ضيق ولا حرج ولا حزن، طالما تؤدي حق الله عز وجل، طالما تقرأ كتاب الله، طالما تذكر الله عز وجل في سرك وعلانيتك، في قيامك وفي قعودك وفي كل حالة من أحوالك. إذن حالات الذكر، ربنا سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين إن الذين اتقوا، شوف حتى لو أصابتك لحظة غضب أو لحظة ضيق أو لحظة هم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ذكروا الله عز وجل، فإذا هم تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن بقى اللي مش ذاكر وإخوانهم أي إخوان الشياطين يستمر في الغي والغضب والظلم ولا يعرف للظلم نهاية ولا يعرف للغي نهاية، لأن الشيطان يستدرجه خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، حتى يورطه في الكبائر فلا يعرف الخروج منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله واحد من الإخوة بسبب الدرس، واحد من الإخوة ربنا يكرمه ويشرح صدره، يقول لي أنا بصلي والله، بس المشكلة أنا كل يوم عندي مشكلة مع أهل بيتي كل يوم. طب إيش سبب؟ قال لي والله ما بعرف، حتى لو ما لم يحدث شيء تلاقيني عامل مشكلة. قلت له وانت فاكر انا هكتب لك بريسكريبشن تروح تصرفها تشربها تحل المشكله؟ انت عليك بتقرا القران، بتذكر الله سبحانه وتعالى، لا يبقى هذا هو السبيل. انما الحلم بالتحلم محتاج تدريب، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم. ما فيش واحد يقول والله اصل انا ما اتعلمتش، لا لا ممكن تتعلم. والواحد يقول انا والله مولود عصبي وكل الناس حابي على، ما فيش حاجه اسمها مولود عصبي، تعرف تتدرب على كظم الغيظ وعلى العفو وعلى الصفح وعلى التحكم في كلماتك ومشاعرك واحاسيسك. ورسول علمنا اذا غضب احدكم فليتوضا وليصلي ركعتين، فانما الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء، توضا وصلي ركعتين وطول فيهم كده السجود، وادعو ربك انه يذهب عنك هذا الغيظ، وبعدين تمسك كتاب الله تقرا لك صفحتين وتستعين بالله سبحانه وتعالى. ومين اللي استعان بربنا سبحانه وتعالى فلم يعن؟ من توكل عليه كفاه، ومن استعان به هداه، هو رب العزه عز وجل. اذا الذاكر اذا مسه طائف من الشيطان يتذكر، اما غيره يستمر في الغي والظلم، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الذاكر، الذاكر إذا سولت له طريق المعصية أو الفاحشة يذكر الله. شوف سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام ذكر ربه فماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ذكر ربه في وقت صعب الواحد يتذكر فيه ربه، ولكن استعان بالله فأعانه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الذاكر بالله والعياذ بالله إذا فعل فاحشة حتى، وده ممكن يقع، إحنا مش ملائكة، كلنا بشر نصيب ونخطئ. اسمع إلى قول الله عز وجل عن المؤمنين، حتى إذا هم بالفاحشة أو حتى إذا فعلها. واحد يسأل هو ممكن واحد من المتقين؟ آه ممكن، يمكن، كلنا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوبين، بس في شروط. اوعى يكون تفهمه ان ده تصريح من الشيخ سيد ان المتقين خلاص يعملوا معاصي، لا مش كده. اذا وقع، واذا سول الشيطان للانسان طريق المعصيه واستدرجه وقع، اسمع بقى الى قول الله عز وجل عن وصف هؤلاء، قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، عنده الحاسه، عنده القلب السليم، عند القلب المليء بالإيمان والطاعة والمحبة لله عز وجل، قلب ذاكر حتى وإن فعل المعصية فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، ذكروا الله. كيف يذكر الله؟ ما واحد يقول لك طب ما خلينا نعمل بقى المعصية ونروح نذكر ربنا ألف مرة، إيه مشكلة يعني؟ لا مش كده، معنى ذكر الله يعني عرف أن الله مطلع عليه، وعرف أنه عصاه،
وعرف قدر الله عز وجل فرجع وتاب وأناب واستغفر الله عز وجل على هذا الذنب والشرط، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. عنده ندم على هذا الذنب، أدرك أن الله عز وجل مطلع عليه، أدرك أن هذا من فعل الشيطان فتاب ورجع إلى الله عز وجل. آدم عصى ربه، وعصى آدم ربه فغوى. اسمع بقى، شوف شوف القلب الذاكر. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يونس عليه السلام قال فأمر الله، لكن لما ذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ضيق الصدر ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شوف بقى ذكر الله سبحانه وتعالى وفوائده، نعمة من الله سبحانه وتعالى، سبب في سعادتك وسعادة أهلك وحفظك وحفظ مالك وأهلك وولدك، ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يبارك في الرزق، ويبارك في الولد، ويبارك في الذرية، ويصيب صاحبه بالأمن والسكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا، ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر فيها الله إلا تحسر عليها يوم القيامة، إلا تحسر عليها يوم القيامة. كل ساعة تبقى اللي بيمر عليه الأيام والشهور ولم يذكر الله عز وجل. ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر فيها الله إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة، تحسر عليها يوم القيامة. وربنا سمى هذا اليوم وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة على الكافرين والعياذ بالله. أنتوا أبشروا، أنتم ما شاء الله في مجلس من مجالس الذكر، هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس هي ما قام به النبيين والصديقين على مر العصور والأزمان. الأنبياء لم يتركوا مالا ولا درهما ولا دينارا، إنما تركوا العلم. وإحنا فمن أخذه، أي العلم، أخذه بحظ وافر، وإحنا الحمد لله نحاول أن نكون على خطى النبيين والصديقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قسوة القلب لا يمحوها إلا ذكر الله. قسوة يا جماعة، سواء القسوة على الأهل، قسوة على الولد، قسوة على الجار، قسوة على الأصدقاء، القسوة والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أبعد الناس يوم القيامة عن الله، اللي يبعدهم ربنا عنه خذوا هؤلاء بعيدا، القلب القاسي. اللهم لين قلوبنا يا رب العالمين. وربنا يقول في القرآن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تقول له أي شيء، يا سلام مستمتع، تيجي عند حلقة علم ولا قراءة قرآن ولا ذكر يضيق صدره والعياذ بالله. اسمع إلى قول الله عز وجل عن المنافقين والكافرين، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طب غير الموضوع بقى وادخل فيه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أيوة كده يا شيخ، هو ده الكلام، إذا هم يستبشرون، إذا هم يستبشرون. فويل آية، فويل، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل، شوف تحذير يا جماعة. إذن الذكر يا جماعة من خلال هذا الكلام اللي حكيناه أمر مهم جدا، وأمر يقربك من الله سبحانه وتعالى، وأمر يساعدك على أن تعيش في أمن وسلام وسكينة واستقرار وبركة وهدى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب، قسوة القلب لا يمحوها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. الظلمة بسبب انت عارف المعاصي الصغيرة تتراكم، تتراكم كل معصية صغيرة انت ممكن. وكان سيدنا أنس يقول يعني ان من علامات المتقين ان يرى الذنب الصغير، الصغيرة كأنها جبل يوشك ان يقع عليه. شوف تعامل مع الصغيرة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا صغيرا نكت في قلبه نكتة سوداء،
فإن تاب ورجع صقل قلبه، يعني محيت هذه النقطة السوداء، وإلا على قلبه وحدة بعد وحدة ونقطة بعد نقطة بعد نقطة جنب بعض، كأنك تمسك بالقلم وتضع نقاط سوداء واحدة جنب الأخرى، بعد 10 دقائق أصبحت كتلة كبيرة. فهكذا الذنوب، إن لم يرجع الإنسان ويذكر الله ويستغفر الله عز وجل من تلك الذنوب، تزداد البقعة السوداء في القلب فيعلوها الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولقد وصف الله عز وجل الكافرين والمنافقين، قال بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. والطبع هنا معناه أن قلب أصبح لا يفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم، لأن القلب مات فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم أحي قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. إذا كان في الإيمان ضعف يقوي ذكر الله عز وجل. تخيل أنه، فاكرين الحديث اللي ذكرناه، إن من الناس عبادا إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا ذكر الله أول ما تشوفه تقول ما شاء الله، شوف، ولو قلت له بارك الله فيك لأنك تحبه إنسان يعني ما أذاك ولا ظلمك ولا بغى عليك، فأول ما تشوفه ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله فيك، يسر الله أمرك، فرج الله، أول ما تشوفه تذكر الله، لأنك لم تعتد منه غير الخير، لا تتوقع منه إلا الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من يرجى خيره، أول ما تشوفه أنت تتوقع منه الخير دائما، صاحب خير تشوفه تذكر الله سبحانه وتعالى، وتأمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، فأول ما تشوفه هتقول ما شاء الله، تبارك الله، ما هذا الوجه المضيء، ما شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله في أهلك وفي ولدك، شوفوا تذكر الله سبحانه وتعالى. وقال وشركم من لا يرجى خيره. طب ده مفهوم أنه ما فيش منه خير، ماشي، لكن المشكلة بقى كمان مش بس كده، لا يؤمن شره، مش بس لا تتوقع منه الخير، لا، ده متوقع منه الشر في أي لحظة، هذا شر الناس والعياذ بالله. فالصالحين يذكروك بالله عز وجل. أيوب السختياني واحد من الصالحين، إذا دخل السوق ورآه أهل السوق كلهم بدأوا في التسبيح والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله، لماذا؟ لأنه كانوا يذكرهم بالله عز وجل. يحيى بن معاذ في لحظات الموت جمع الناس وبعدين قال لهم أنا لا أذكر لنفسي عملا صالح يشفع لي عند الله عز وجل، فإذا وقفتم بين يدي الله عز وجل فقولوا كان يذكرنا بالله، كان يذكرنا بالله. شوف حتى لما تنشر هذا الأمر بين إخوانك وأهلك وأولادك، فقط قولوا الحق، كنت أذكركم بالله، لما تقفوا بين يدي الله عز وجل انسوا كل اللي أنا عملته، بس قولوا ولو شيء بسيط، قولوا يا رب كان يذكرنا بك، كان يذكرنا بك، فما بالك بقى لو ذكرت أصحابك وأصدقائك وأهلك وأولادك بهذه الفضيلة العظيمة، فضيلة ذكر الله عز وجل. والله لن تطيب لنا الدنيا ولن تطيب لنا الآخرة إلا بذكر الله. الجبال يا جماعة والبحار والأشجار ينادي بعضهم بعضا، هل مر بك ذاكر لله اليوم؟ فيقولنا نعم فلان ابن فلان. الجبال والشجر والدواب والحيتان في البحر تدعو لهذا الذاكر لله عز وجل، تدعو له. ربنا سخر كل الكون للعبادة، وحب العباد وحب أهل الإيمان وحب أهل الذكر وحب أهل الطاعة، هل مر بك ذاكر اليوم؟ يقول نعم مر بي فلان ابن فلان، اللهم اغفر له، اللهم. مش بس ده، الملائكة، الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا
واتبعوا سبيلك. هو من اللي اتبع سبيل الله عز وجل؟ إلا أهل الإيمان، أهل الذكر لله عز وجل. يقول يحيى بن معاذ أيضا: لو سمعت صرير الأقلام، لو ربنا أسمعنا صوت الأقلام وهي بتكتب حسنات الذكر، اسمع، لمت شوقا للقاء الله. لو تعرف عظم أمر الذكر مع الله عز وجل وعظم الأجر، لتمنيت في تلك اللحظة أن تلقى ربك وأنت على هذا. لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك وأنت تذكر الله، لتمنيت ومت شوقا للقاء الله عز وجل. فمن ذكر الله ذكر، الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، حديث رائع، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انتوا الآن أسماءكم تذكر عند الله عز وجل مع الملائكة، لأنكم في مجلس ذكر الله سبحانه وتعالى. أي خير أفضل وأعظم من هذا؟ أي نعيم يعدل هذه النعمة؟ إنه أنت اسمك يذكر، يذكر عند الله وعند الملائكة، يقولون: يا رب، إن فلان ابن فلان ترك الدنيا وترك الأهل وترك الولد لا لشيء إلا للذكر، إلا للطاعة، إلا للإيمان، وأنا معه، وأنا معه حين يذكرني. تعرف يعني ما معنى معك الله؟ وإذا كان معك الله فمن عليك؟ إذا كان معك الله هل تشقى مع الله؟ إذا كان معك الله هل تغلب مع الله؟ إذا كان معك الله هل تفتقر مع الله؟ إذا كان الله معك هل يصيبك الهم أو ضيق الصدر أو أي من هم هموم الدنيا وحزنها؟ لا أبدا. من كان مع الله لا يشقى، من كان مع الله لا يشقى. وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أبو هريرة كم مرة كان يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ يقول: عددتها مرة 12,000 تسبيحة في اليوم. 12,000 تسبيحة. التسبيحة تأخذ يعني في دقيقة أنت ممكن تعمل أكثر من تسبيحتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب إحنا بالله عليك، منا من يتعجل بعد الصلاة، بعد الصلاة منا من يتعجل وينصرف بدون العذر في عمل مفهوم، لكن أيضا وأنت ماشي، ها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وأنت ماشي، أنت ماشي. ومنا من ينشغل بكلام الدنيا عن ذكر الله حتى بعد الصلاة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في ذكر الله بركة في الرزق، بركة في الولد، وبركة في الوقت، وسعادة للنفس، وسعادة للروح. عبد الله بن خبيب يقول: خرجنا في ليلة مطيرة فيها مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يطلبوه؟ يصلوا معه الليل، قيام الليل. قال: فأدركته فلم أقل شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يعني عندك طلب. فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل مرة ثالثة. قلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. وقل قل أعوذ برب الفلق، وقل قل أعوذ برب الناس، اسمع 3 مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. شوف تحصين، احنا قبل موسم الشتاء كل واحد فينا بيروح ياخد الفلوشة عشان يحمي نفسه من شيء طيب، لكن كمان القلب محتاج دواء، ودواء القلوب الذكر، دواء القلوب الذكر، دواء القلوب تلاوة القرآن، دواء القلوب وترطيبها يكون بذكر الله عز وجل، لنحصن قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا من هموم الدنيا وحزنها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويقول إذا قلت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس قبل نومك 3 مرات، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. حراسة، حراسة، قراءة آخر 3 آيات من سورة الحشر كل صباح أو كل مساء 3 مرات، 70,000 ملك يحرسوك حتى تصبح أو حتى تمسي، لأن كلها عن الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله أول وحدة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، تعظ عظيم لله، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزة. 3 مرات ملائكة تحفظك حتى تصبح بإذن الله سبحانه وتعالى. أعقاب الصلوات، أعقاب الصلوات في كل موقف، عند طعامك، عند شرابك، عند لبس الثياب، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، دعاء ركوب السيارة، ركوب الدابة، كل مقاماتنا ذكر الله عز وجل. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو رد، لا أجر له. إذن تؤجر على كل عمل طالما أنت ذاكر فيه الله سبحانه وتعالى. ومجالسنا لازم تكون منضبطة بضوابط الشريعة والدين والذكر لله سبحانه وتعالى. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكر فيه اسم الله إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. مجالس، أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان كثير الذكر، فبعض الناس قال لك هو الرجل ده ليل نهار كده سبحان، الرجل ده مجنون بمشي يكلم نفسه، بعض الناس يعني يتهم في هذا، هو دائم الذكر. فسمعه، اسمع أبو مسلم سمع هذا، قال له يا أخي والله ما بي جنون، إنه دواء الجنون. هذا دواء الجنون لأحفظ عقلي وصدري وقلبي، لأنه أنت لو استسلم لهموم الدنيا ومصايبها وأحزانها والله الواحد يتجنن يا شيخ، والله لولا الإيمان لهلكنا، والله لولا الإيمان لهلكنا. اللي بيخلينا نبتسم هذه الابتسامة هو إيماننا بأن نصر الله قريب، هو إيماننا إن بعد العسر يسرا، واعلم أن النصر مع الصبر. لولا إيماننا بالله عز وجل والله لهلكنا، لكنا في أودية الأرض هالكين، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا بالإيمان لخسف بنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكنه الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا الثبات على الحق. فشوف الرجل ما اتهموش وقال له مين اللي مجنون ولا سبه ولا لعنه، شوف الإيمان، شوف أهل الذكر، شوف أهل الحكمة، أنه والله هذا اللي أنت سمعته مش عاجبك، هذا دواء الجنون، هذا طب القلوب، دواء النفس، دواء الروح في الذكر لله عز وجل. الذكر يا جماعة به والله يستدفع البلاء. إذا أردنا أن ندفع البلاء ونرد عن أنفسنا الشرور والبلاء لا شيء
إلا الذكر. إذا أردنا أن يكشف الله عز وجل عنا الكرب فلا شيء يدفعه إلا ذكر الله عز وجل. ذكر الله رأس مال المؤمنين الصادقين. ذكر الله هو عبودية القلب واللسان والجوارح لله عز وجل، هو جلاء القلوب وذهاب الهموم. فوائد الذكر، اسمع بقى في عجالة: طرد للشيطان، قمع، مش بس طرد، قمع للشيطان. لماذا؟ قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بالذكر تدخل ضمن عباد الله، تنال شرف العبودية لله عز وجل، وما أعظمها من شرف، تنال عبودية الله عز وجل. فلا يكون للشيطان ولا لأحد من الناس عليك سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أول شيء يزيل الهم والغم، عدوا معايا بأول واحدة: قمع للشيطان، يزيل الهموم والأحزان، يجلب للقلب الطمأنينة والسكينة، يقوي القلب ويبعث في الوجه نورا، بركة الرزق، يورث المراقبة لله عز وجل. كثرة ذكرك لله عز وجل تورثك الخشية، والخشية تخليك تترك بعض ما تشتبه فيه أنه حراما خشية أن تقع في الحرام. وكان الصالحين يتركون بعض الحلال خشية أن يكون حراما، يعني أمور مشتبهة، يا ترى حلال ولا حرام؟ لا، أحسن، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وشوف هذا مقام الذاكرين. الله عز وجل بيقول لك: فاذكروني أذكركم. وما معنى يذكرك الله عز وجل؟ ذكرك لله ينفع الله؟ سؤال. ذكرنا لله ينفعه؟ عدم ذكرنا لله يضره؟ والله لو عبادات الإنس والجن كلهم ما تنفع الله عز وجل بشيء، ولا معصية الجن والإنس تضر الله بشيء، لكن تنفعنا إحنا. لكن أنت لما تذكر الله أنت المستفيد. فاذكروني أذكركم، أذكركم بالهداية، بالبركة، بالجنة، بالرحمة، بكل ألوان الخير لك ولأهلك. ذكر الله حياة للقلب. الذكر بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة للسمك، لا يمكن يحيى خارجه. كذلك حال المؤمنين، لا يحيى قلبه إلا بذكر الله عز وجل. حط الخطايا والذنوب، ذكر الله. اسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم: من قال في يوم وليلة، اسمع بقى عشان نمشي وإحنا معانا السكيدول الجدول العمل، من قال سبحان الله وبحمده، دي صعبة، سبحان الله وبحمده كم ثانية؟ سبحان الله وبحمده، قولوها كده 10 مرات: سبحان الله وبحمده، 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 أقل من دقيقة 10 مرات. اللي يقولها 100 مرة، اسمع اسمع بس بعد ما تصلي على الحبيب، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده. ما معنى الخطايا؟ الذنوب. أي ذنوب؟ الذنوب الصغيرة، مع عدم الإصرار. ما احنا ذكرنا مع عدم الإصرار، الذنوب الصغيرة مع عدم الإصرار. لكن التوبة الصادقة تغفر كل الذنوب بما فيها الكبائر إلا حقوق العباد. حقوق العباد لا يغفرها التوبة، لازم ترد الحقوق أو تسأله أن يسامحك. حقوق العباد المادية، لكن لو حقوق معنوية، سؤال كويس: أنا اغتبت إنسان سنوات، شوهت صورته، بهدلته، إيش أعمل له؟ طب هو ما يعرفش، والله يا فلان تعالى اروح، هل هذا الكلام؟ اقول له: انا بقالي 10 سنين مبهدلك ومطلع روح اللي خلفوك، ايه رايك سامحني في الموضوع ده؟ بالله عليك يسامحك. لكن اعمل ايه بقى عشان اتوب؟
اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بارك له في أهله، بارك له في ماله، بارك له في ولده، أدخلنا وإياه الجنة، اهدنا وإياه إلى الحق. تدعيله بقدر ما ظلمته تدعيله، هذا في الحقوق المعنوية. لكن واحد أكل مال واحد يقول هدعيله والله لغاية ما أموت، لا يا حبيبي رجع الفلوس، ما تدعيلوش بس رجع له الفلوس، أو اسأله أنه يسامحك فيها. إذن الذنوب الصغائر مع عدم الإصرار يغفر الله عز وجل، الكبائر مع التوبة الصادقة والاستقامة يغفرها الله عز وجل. ربنا قال في القرآن في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ذنب شرك، ولا يقتلون، طب لو قتل كبيرة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون كبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد، اسمع بقى، ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. واضح؟ إذن مع التوبة والاستقامة الذكر يمحو الذنوب الصغيرة التي تقع منا بطريقة عفوية مع عدم الإصرار عليها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذكر سبب لنزول الرحمة كمجلسكم هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انشغال اللسان بالذكر مع التدريب والتعود يصرفك عن الكلام الحرام. لما تتذوق حلاوة الذكر وطمأنينة القلب لا يمكن تستبدل الخبيث بالطيب، لا يمكن تستبدل الخبيث مكان الطيب، لا يمكن. فتبعد بالذكر عن الحرام والكلام الغيبة والنميمة والكذب والفحش من القول والعياذ بالله. كمان تعرف إنه الذكر كل مرة تذكر فيها الله بتغرس شجرة لنفسك في الجنة. عايز كم شجرة في الجنة؟ واحد يقول لك بس اديني واحدة وشكرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده، الأولانية فاكرنا؟ الله عليكم، الله يبارك فيكم يا رب. الثانية: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كل مرة تقولها يغرس لك نخلة في الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهله. الكرم والجود من الله لعباده الذاكرين. اسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. طب قولوها كده يا جماعة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما الثمرة؟ 100 مرة تساوي في الأجر عتق 10 رقاب في سبيل الله، و100 حسنة، وتمحى عنك 100 خطيئة، وتحفظك من كيد الشيطان إذا قلتها في الصباح حتى تمسي أو في المساء حتى تصبح. اسمع: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من ذلك. حديث رواه البخاري ومسلم. كم جائزة تساوي في الأجر عتق 10 رقاب، 100 حسنة، 100 سيئة تمحى عنك، ولم يأتي أحد، وحفظ من الشيطان، ولم يأتي أحد في الأجر أفضل من هذا الرجل إلا أو المرأة إلا حد زاد على ذلك. يعني واحد سواها 200 مرة لا يكون أجر أعظم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد ربه أعرض عنه، واللي يعرض عنه ربنا والعياذ بالله فإن له، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا مال ولا ولد ولا سلطة ولا وظيفة ولا ممتلكة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك، أنا ذكر أنت خلقتك للعبادة والذكر
فنسيتها وكذلك فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الذكر شقاء للقلوب يا جماعة. واحد راح للحسن البصري قال له أشكو قسوة قلبي، فماذا قال؟ قال أدبه بالذكر، أدب قلبك بالذكر. وقال عالم آخر ذكر الله شفاء وذكر ما دونه شقاء. حرف نقطة تزيد. وذكر ما دون الله يعني انك انت العمل والولاد والدنيا وما فيش مكان لذكر الله ولا مكان للصلاة، شقاء شقاء. الذكر يستوجب صلاة الله والملائكة لك، والذي يصلي عليكم وملائكته تستوجب ان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معاوية على حلقة في المسجد كحلقتكم هذه، ما أجلسكم رسول معاوية بيحكي الحديث رضي الله عنه وارضاه، ما أجلسكم؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لنذكر الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أي بالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا نعم يا رسول الله والله ما أجلسنا إلا ذاك. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم، أنا لا أكذبكم، وما كان أحد قال ولكن أحدثكم أن جبريل قد أتاني. النبي صلى الله عليه وسلم بما فأخبرني أن الله عز وجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حلفهم مش تهمة لهم ولا تكذيبا، لأن جبريل جاءهم برسالة عظيمة إن هؤلاء الناس لهم منزل عظيمة عند الله، فسألهم ماذا يفعلون والله أعلم. فجاءهم ماذا تفعلون؟ قال بس تذكر الله. نعم والله ما جلسنا إلا نذكر الله. قال لقد جاءني جبريل وأخبرني أن هؤلاء الناس يباهي الله بهم الملائكة، يباهي الله بهم الملائكة. ربنا يقول لهم شوفوا فلان محمد وعبد الله وعبد الرحمن وفلان إنهم أحب عبادي إلي، إنهم أحب عبادي إلي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني وعدتهم. تخيل وأنت نفسك كلا جالك، تخيل هذا المشهد ورب العزة عز وجل في كبريائه وعظمته تحيط به الملائكة ويذكرك بالاسم. تخيل أن اسمك مذكور عند ربك الذي الليلة، تخيل أن اسمك مذكور عند ربك، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. تسبيحات أعقاب الصلوات والذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة وعلي إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33. لما جاءت تسأله الخادم إنه خير لكما من الخادم، النبي صلى الله عليه وسلم دلهما على الذكر. أختم بهذه الآية، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، اجعلنا لك من القانتين، اجعلنا لك من الطائعين، اجعلنا لك من المحبين. يا ذا الجلال والإكرام اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يسر لنا الخير حيث كان واصرف عنا السوء حيث كان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الأجر اليوم هو نفس الأجر اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان للصابر فيهن أجر 50 منكم. قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال منكم، إنكم وجدتم على الخير أعوانا وهم لا يجدون. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا رسول الله بينهم فرأوا آياته ورأوا علمه وحكمته ومعجزاته التي أيده الله بها، فرأوا آية بعينهم، فكان رسول الله لهم معينا على الطاعة. أما نحن فنعيش تحيط بنا الفتن من كل جانب، فبشرى لك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القابض على دينه في هذا الزمن كالقابض على الجمر من النار للعامل. العامل معناه بالطاعة، بالإيمان، بالقرآن، بالسنة، بالحق. أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محتاج أكثر من هذا أجر؟ أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن استقمنا على طاعة الله وعلى أمر الله وكنا لله عز وجل من الذاكرين، من الطائعين، من القانتين، من المخبتين، من الخاشعين، من الذاكرين، 50 أجرا يساوي 50 أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أجر 50 من، طب يا عمي بس خليني واحد من الصحابة وحطني مع الصحابة. اللهم اجعلنا وإياكم منه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. أعظم الأجر إن شاء الله. نسأل الله أن يثبتنا دائما على الحق وعلى الخير. بارك الله فيك. إحنا معك الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجمعنا دائما كما جمعنا في بيته على طاعته وعلى كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين. أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل.